مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. في ملفنا الأول وضمن مشروع الفيصلية، أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة عن تخصيص أرض لإنشاء مطار للحج والعمرة في مكة المكرمة، حيث سيرتبط هذا المطار بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع الهام وحول هذا المشروع الهام الذي يخدم حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن خصوصا وأننا على مشارف موسم الحج لهذا العام، يسرني أن يكون معي عبر الهاتف من أبها الأستاذ ناصر القرعاوي. أستاذ ناصر أهلا بك على شاشة الإخبارية. حياكم الله جميعا. حياك الله أستاذ ناصر. في البداية يعني نود معرفة ما هي الفوائد المرجوة من هذا المطار حال اكتماله بإذن الله، كيف سيخدم حجاج بيت الله الحرام، كيف سيخفف أيضا يعني الزحام الموجود في مطار الملك عبد العزيز الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن اهتمام المملكة العربية السعودية بالمشاعر المقدسة بكامل مكوناتها من الحرمين في مكة والمدينة وأيضا في نطاق المدينتين المقدستين يأتي في أولويات اهتمام الدولة، وتصرف الدولة على هذه المرافق بسخاء بدون ما يكون هناك ضوابط مسبقة أو أيضا ميزانية محددة، لأن ميزانية الصرف على المقدسات وعلى خدمات الحج والعمرة مفتوحة بالنسبة للدولة ولها الأولوية في إطلاق كافة المشاريع التي والحمد لله تحققت في السنوات الأخيرة. هذا المشروع هو بحث منذ فترة سابقة، ورؤية أن الرؤية لها أيضا دور في تحريك هذه الفكرة والاستعجال بطرح هذا المشروع الضخم، لأنه يفك الزحام على الحجاج والمعتمرين وأيضا المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة. هذا المشروع الضخم سيكون أيضا بداية وذاكرة لمشاريع أخرى ستلحق بهذا المطار، ومن ضمنها السوق الإسلامية المشتركة، من ضمنها أيضا مدينة الحجاج الصحية، وأيضا مرافق أخرى مهمة جدا وظفت في فكرتها وفي ماهيتها خدمة الحجاج والمعتمرين طوال العام، وهذا سيحقق لنا الرقم المستهدف في الرؤية وهو 30 مليون حاج ومعتمر. صحيح أستاذ ناصر، وبما أنك تحدثت عن الرؤية وهذه نقطة مهمة جدا، خصوصا بالفعل المشروع يتوافق مع الرؤية اللي خصصت جزء كبير من ضمن يعني بنودها لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أيضا إدارتهم وتقديم الخدمات اللوجستية العدة لهؤلاء الضيوف ضيوف الرحمن. حدثنا أكثر عن تخفيف الزحام لمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي يشهد ازدحاما طبيعيا يعني مع موسم الحج، في حال اكتمال هذا المطار يعني أن جميع ضيوف الرحمن سيتحولون مباشرة لهذا المطار وبالتالي سيتم تقديم لهم خدمة أفضل وأسرع، أنت ما رأيك؟ من الواضح أن خدمات الدولة ستتطور من سنة لأخرى، وما حصل بالأمس الحريف يومين حينما وفد إلى المملكة طلائع الحجاج وأعلنوا عن تسهيلاتهم التي عن التسهيلات التي وجدوها في حالة وصولهم إلى المملكة لا تتجاوز مطار الملك عبد العزيز ولا تتجاوز بضع دقائق، وبالتالي كان هناك أيضا في السابق إلى حد ما حاجة لتطوير هذه المرافق، والدولة تنبهت وهي متنبهة منذ بداية الأمر، لكن حينما درست الأمور بشكل أفضل والرؤية درست الحالة التشخيصية للمشاعر المقدسة، أن يعني المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين، يعني مكة المكرمة والمدينة هي من المساحة أو المكان الأول في العالم. صحيح. الذي يفد إليه هذه الأعداد دون أن يحدث فيها أو من خلالها أي عائق أو أي مشاكل، ولكن الدولة تبحث عن المزيد من الخدمات وتطويرها
وهذا سيولد لنا الكثير من القناعات أن الرؤية حققت الهدف الأسمى لنا جميعا، سواء كنا كدولة أو مواطنين، لأننا فريق واحد في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزواره. ننظر إلى أن هذا المشروع الضخم سيكون إن شاء الله هو البوابة لرفع يعني رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون. لأن القروصين للحج في فترة من فترات حينما حددت الدولة نسبة الحجاج هي لتطوير المكان، تطوير مكة المكرمة، تطوير أيضا المشاعر، وأنفقت وليعلم الجميع المملكة العربية السعودية، حكومة المملكة العربية السعودية أكبر مشروع في العالم وفي التاريخ صرف عليه مبالغ ضخمة جدا، ولا يزال الحال مفتوح ولا تزال الحاجة أيضا مستمرة إلى هناك تطوير لهذه المرافق، لأن هذه رسالتنا وهذا قدرنا أن نكون خدمة لحجاج بيت الله الحرام. هذا المشروع الضخم سيكون ليس فقط فيما يتعلق بالخدمات، ولكن سيكون له مردود أكبر حينما يكون العدد أكبر من الخدمة من المرافق، من الخدمات الأخرى، من التسهيلات، من الدورة الاقتصادية في المنطقة. ونحن ننظر إلى لا ننظر إليه كربح ولا ننظر إليه كعائد مادي، نحن ننظر إليه كعائد خدماتي لضيوف صحيح الله سبحانه وتعالى في مكة وفي المدينة. أستاذ ناصر، يعني سؤال في دقيقة لو سمحت، أنت تحدثت عن رقم مهم من مستهدفات الرؤية، رفع يعني عدد الحجاج ليستفيد يعني أكبر قدر من الحجاج المسلمين حول العالم من قضاء مشاعر أو ركن الحج في بكل يسر وسهولة. هذا المطار سيسهم بلا شك في يعني استقبال المزيد من هؤلاء الحجاج، ولكن أيضا نحتاج إلى خدمات لوجستية مكملة لهذا المطار. هل تعتقد أن هذه خطوة أولى فقط نحو إيجاد المزيد من المرافق لخدمة حجاج بيت الله؟ من الطبيعي أن ما ولادة فكرة المطار هناك منظومة متكاملة، ليس فقط المدرجات ولا المباني في الاستقبال ولا خدمات، إنما وصلنا إلى الحجاج في بلدانهم حينما أطلق برنامج خدمة الحاج من بلده. نظرنا إلى السنتين الأخيرتين أو الثلاث سنوات الأخيرة من قطار المشاعر، ونظرنا أيضا إلى التوسع في الحرمين، ونظرنا إلى المرافق التي خرجت للحياة وأصبحت فعلا جاذبة للعدد الكبير. أنا لا أتصور أنه بنهاية 2030 أن يكون الرقم 30 مليون حاج ومعتمد. أنا أتصور أنه خلال 2050 سيصل العدد إلى أكثر من 50 مليون، وهذه نسبة مستهدفة. والدولة الآن تدرس ما بعد الرؤية لـ2030، تدرس ما هي الإمكانيات وما هي الظروف المتاحة، والحمد لله الظروف المتاحة أولا الإرادة الصادقة من الدولة والإمكانيات المتاحة التي سخرتها الدولة، بالإضافة إلى الواجب الذي نشعر به جميعا أننا خدمة لضيوف بيت الله الحرام، وهذه مكسب لنا أننا فعلا نقود حركة تنموية داخلية، وأيضا إعطاء خدمات أفضل مما كان يتوقع الكثير من الحجاج والمعتمرين في سنوات ماضية. المستشار المالي الدكتور ناصر القرعاوي كان معي من أبها، شكرا جزيلا لك. وأيضا للحديث أكثر حول هذا الموضوع وهذا المشروع الهام والاستراتيجي، يسرني أن يكون معي الدكتور عبد الله باعشن المحلل الاقتصادي. أهلا بك دكتور عبد الله على شاشة الإخبارية. مرحبا بك أخوي محمد، ومرحبا بمشاهدي ومشاهدات الإخبارية. حياك الله من جديد دكتور عبد الله. يعني حدثنا عن أهمية إنشاء مطار في مكة المكرمة لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة عندما ننظر إلى مشروع إنشاء مطار قريب من مكة المكرمة، وهو في مشروع الفيصلية والذي يتوسط البعد الجغرافي بين مكة وجدة والمدينة المنورة، وهي المدن الرابطة لتدفق الحجاج، خاصة مع طلائع بداية الحجاج لهذا العام وبداية مشروع طريق مكة. ويقصد بطريق مكة هو برنامج لتسهيل عملية القادمين، والذي بدأ من إندونيسيا وماليزيا وشرق آسيا. هذه الحقيقة القراءة لهذا، نحن لا نتكلم عن مشروع الحديث كأي المشاريع، إنما نتكلم عن تطور
جغرافي، تطور اقتصادي، تطور تنموي. يعني بلغة أخرى وبلغة الأرقام وبلغة الاقتصاد، أن وجود هذه النقلة النوعية الحقيقة ستضيف أول حاجة لاقتصاد المملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 ومخرجاتها، زيادة المتوقعة والمستهدفة من عدد الحجيج والمعتمرين إلى هذه الأراضي المقدسة. ثم إضافة أخرى وهي إضافة عملية القيمة المضافة للاقتصاد ليصل الناتج القومي لأكثر من 3 أو 4%. فأنت عندما تتكلم عن مشروع اقتصادي معناه تنموي ومستدام، فبالتالي الاستدامة والتنمية تعني أن هناك إضافة في القوى البشرية، إضافة للقطاع الخاص، إضافة الحقيقة للتنقل والربط بين أكثر من مدينة، خاصة لو نضمنا للكثافة السكانية لهذه المنطقة. يعني نتكلم عن حوالي 8 إلى 10 مليون يسكنون هذه المناطق التي سيكون المطار حلقة اتصال مع مشروع الفيصلية نفسه كذلك، والذي يعتبر من المشاريع الريادية اللي تقدم فيه مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة. طيب دكتور عبد الله، يعني أنا أستأذنك بسؤال، يعني ليس خافيا أن المملكة تسعى من خلال رؤيتها، رؤية المملكة 2030، إلى زيادة أعداد الحجاج، خصوصا الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، يعني لاستيعاب عدد أكبر وبالتالي تقديم خدمة أكثر لأكبر عدد ممكن من الحجاج. هذا المطار في حال اكتماله بلا شك يعني سيسهم في استقبال المزيد من الحجاج. أنا سؤالي هنا الخدمات اللوجستية المساندة، يعني القطار، المشاعر، غيرها من الخدمات، هل تعتقد أن المطار هو خطوة أولى في سلسلة، في منظومة طويلة سنشهدها خلال الأيام القادمة أو خلال الأشهر القادمة لخدمة ضيوف الرحمن؟ أخ محمد، لنبسط الموضوع بلغة الاقتصاد وبلغة المستقبل. المملكة العربية السعودية لو نظرنا إلى الخمسة العقود الماضية أو الخمسين السنة الماضية، سنجد أنه لديها تراكم في هذه النظرة، ودعمتها الآن برؤية 2030. لو نظرنا مثلا إلى توسعة الحرمين والتي تعتبر من أكبر التوسعات في 3 عقود، ثم كما تكرمت عملية الربط للنقل، والنقل هو عنصر رئيسي سواء في قطار الحرمين أو في التحسينات وإضافة بعض الصالات وبعض مطار الملك عبد العزيز. فإذا أنت تتكلم عن تراكم استثمار رأس مالي يبني ويكمل بعضه، لأنه لديك مستهدفات 30 مليون. 30 مليون لو أقستها بمليار ونصف مسلم حول العالم، فالتوقعات قد تزيد على هذا الرقم بأرقام مضاعفة. ثم أنه أصبح لديك الحقيقة مشاريع أخرى أو قطاعات أخرى أصبحت الآن رافد جديد للمملكة العربية السعودية، وخاصة عندما نقول عن رافد السياحة. فلدينا الحقيقة مناطق تنضم إلى هذه المناطق في منطقة مكة المكرمة، فبالتالي أنت تتيح الحقيقة للحاج ما يسمى الباكج أو التنوع في حركته، بالإضافة إلى الأكبر من هذا كله طبعا، وهو معنوية خدمة القادمين إلى الأماكن المقدسة والحرمين الشريفين وهي مكة وجدة. فملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين، صحيح. فهذا ينعكس على خدمة الشعب السعودي لهذا الهدف النبيل، وليس الهدف الاقتصادي والذي هو وسيلة وليس غاية لتحقيق هذا الأهداف. بالضبط دكتور عبد الله باعشن، يعني أنت اختصرت الجملة في أن ملك المملكة العربية السعودية اختار اسم خادم الحرمين الشريفين، وهذه دلالة كبيرة أنه يعني من أعلى سلطة في المملكة، ولله الحمد منذ تأسيس المملكة وحتى الآن خدمة الرحمن وخدمة ضيوف الرحمن يعني خيار لا حياد عنه في كل الأزمنة في هذه وفي هذا البلد المعطاء. دكتور عبد الله باعشن المحلل الاقتصادي، أنا أشكرك على هذه المداخلة.